مشكلتنا في يوسف ان المكان اللي احنا بندي فيه الاولاد الانز بتاعتنا ان هو مكان ما كانش نظيف، فمش بيساعدنا ان احنا نطبق مثلا مفهوم النظافه، ما كانش منظم قوي ان احنا نقول لهم يعني ايه نظام. كان المشكله اللي بتقابلنا في المدرسه واحنا بنشتغل مع الاولاد ان الفصول كان معظمها بتبقى الديسكات فيها مش مظبوطه، الفصول نفسها مش نظيفه، السبوره بايظه خالص، فكان ده بيخلينا ان احنا نشتغل مع الاولاد في فصول عدد يعني عدد فصول قليل قوي، مش بنستغل الفصول ده بيخلينا نجمع اكبر عدد من الولاد في الفصل واحد، وده طبعا كان لازم ان هم يشبهوا ويعملوا دوشه وكنا بنعرف نطلع باوفر اللي احنا كنا عايزين نعمله. تاني حاجه كمان لما كان بيبقى في ابلكيشن مثلا لماده من المواد عندنا في الحوش، الحوش ما كانش بيبقى ممهد ان احنا مثلا نعمل فيه كل اللعب. الحمامات برضه ما كانش مظبوطه، لو كان حد من الولاد استخدم مثلا عشان يروح الحمام كان بيرجع متبهدل وغرقان. Thank you.
كان بقى انضف كتير، فدلوقتي عارفين يعني ايه نظافه وازاي هيحافظوا عليها. دلوقتي المكان منظم جدا، في زرع في الارض هيحافظوا عليه. دلوقتي هيشوفوا حاجه قدامهم بتكبر، هتبقى احنا من كده بنشتغل على حاجه ماديه وحاجه معنويه. المعنويه اللي احنا شغالين فيها الماديه مثلا الشجر، النظافه دي هتاثر في بيتهم وبالتالي هتاثر في بيتهم.